السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبائي ومتابعي قناة ماما نونا ترند. وفاة اللاعب المغربي السابق مراد المرابط أثناء تنفيذ قفزة الموت. توفي المغربي مراد المرابط لاعب كرة القدم السابق لنادي فيتسا الهولندي، ولاعب ومدرب حالي في لعبة الكيك بوكسين أمام عائلته أثناء أجازة في جزيرة سانتا في أسبانيا. حاول مراد القفز نحو البحر من أعلى الصخرة على مسافة 30 متر، لكن خطأ في تقدير المسافة بعيدا عن الصخور جعله يصطدم بها، وسقط زوجته التي كانت حاضرة معه الحادث بالفيديو. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة. أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في خير.